مفاجآت بالجملة في عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك السابق ينتقل رسميا إلى صفوف البنك الأهلي. أهلا بكم محبي ومتابعي الوطن في كل مكان، زي ما معودينكم بنكون موجودين معاكم بشكل يومي، وفقرة أخبار الزمالك فقرة فيها كل الأخبار، كل الكواليس، كل الحواديت من داخل نادي الزمالك قبل ساعات قليلة من سفر الزمالك إلى دولة قطر الشقيقة لمواجهة الهلال السعودي في كأس دوسيل. زي ما أنتم عارفين أعزائي المتابعين، الزمالك عنده ماتش مهم، عنده مواجهة صعبة قدام فريق عنيد، فريق يمتلك جهاز فني كبير ويمتلك لعيبة أقوية بشكل كبير. الزمالك هيلاعب الهلال السعودي يوم الجمعة اللي جاي الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل في كأس لوسيل بدولة قطر. البرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك، خليني أقول لكم، واخد الموضوع بجد. ناس كتير بتقول ده ماتش ودي، بغض النظر عن الفريق الفايز هياخد $1.5 مليون، الفريق المهزوم هياخد $1 مليون. بأكد عليكم ان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك واخد الموضوع بجد، اتكلم مع لعيبته امبارح على هامش التدريبات. زي ما انتم عارفين الزمالك امبارح رجع من التدريبات، رجع للتدريبات الجماعيه بعد انتهاء فترة الراحة، اللعيبة الأساسيين رجعت، النهاردة هيكتمل القوام الرئيسي والأساسي لنادي الزمالك، هيعود اللعيبة الشباب. فيريرا على هامش التدريبات اتكلم امبارح مع لعيبته، أنتم كبار، كنتوا على قد المسؤولية، أبطال الدوري والكأس الموسم اللي فات، أبطال الدوري الموسم الحالي منذ أيام قليلة، قال لهم اثبتوا أنكم كبار بمعنى الكلمة وحققوا الفوز على فريق الهلال السعودي. فريق بعثة نادي الزمالك هتغادر مطار القاهرة يوم مساء يوم الثلاثاء اللي جاي برئاسة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، استعدادا للماتش المهم قدام الهلال السعودي يوم الجمعة الساعة 8 على كأس لوسيل بدولة قطر. من استعدادات الزمالك الفنية لماتش الهلال لموضوع مهم أيضا، وهو حديث الوسط الزملكاوي خلال الساعات اللي فاتت، عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو لاعب من أهم وأفضل لاعبي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، وخلال الموسم الحالي كان أفضل لاعبي الزمالك وهداف الدوري المصري، وساهم بشكل كبير جدا في فوز الزمالك بالبطولات الأخيرة سواء الدوري أو كأس الموسم الماضي. أحمد سيد زيزو اللجنة اللي فاتت اللي كانت بتدير نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب كانت جددت عقده 3 سنين بمبلغ إجمالي يصل إلى 41 مليون جنيه. يوم بعد الثاني أحمد سيد زيزو تألق مع نادي الزمالك وأصبح مطمع العديد من الأندية الخليجية الكبيرة والعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة. مرتضى منصور قعد مع أحمد سيد زيزو في حضور نجليه أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وبحضور والد زيزو من أجل تجديد عقد أحمد سيد زيزو. خليني أقول لكم، أحمد سيد زيزو كان عنده أهم حاجة قيمة ومكانة نادي الزمالك، رفض تماما انه يلعب ويضغط كده على نادي الزمالك بقصه الشرط الجزائي ويرحل عن نادي الزمالك. زي ما انتم عارفين كان في شرط جزائي في عقد زيزو مع نادي الزمالك 42 مليون جنيه اي نادي عايزه يدفعهم بعد انتهاء الموسم الاول، و25 مليون جنيه اي نادي عايزه يدفعهم لنادي الزمالك بعد انتهاء الموسم الثاني. مرتضى منصور قعد مع زيزو والده جلسه ما استغرقتش اكتر من 10 دقائق، احمد سيد زيزو وقع رسميا لنادي الزمالك لمده 3 مواسم. كان عقده مع اللجنه اللي فاتت 3 مواسم، خلص موسم منهم فاضل له موسمين، يعني تم تمديد عقد احمد سيد زيزو مع نادي الزمالك لموسم اخر اضافه للمده اللي كان موقعها مع لجنه حسين لبيب. خليني اقول لكم، احمد سيد زيزو هو الاعلى اجرا في صفوف فريق الزمالك، يعني اعلى لاعب بياخد في نادي الزمالك دلوقتي احمد سيد زيزو، عقده السنوي بيتراوح ما بين 22 ل 30 مليون جنيه في الموسم. اداره نادي الزمالك قدرت موقف زيزو، احترمت موقف زيزو، انه اللاعب اشترى نادي الزمالك، اللاعب ما نكرش جميل نادي الزمالك عليه. تم تعديل عقد احمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، عقده الجديد هياخد فيه يتراوح ما بين 22 مليون ل 30 مليون جنيه في الموسم. تم ازاله الشرط الجزائي اللي كان موجود في عقد زيزو، تم وضع بند كده، يعني احمد سيد زيزو لو جاله عقد احتراف خارجي يليق بقيمه نادي الزمالك
يليق بقيمة أحمد سيد زيزو سيتم على الفور موافقة نادي الزمالك عليه. تم وضع مكافآت خيالية ومكافآت بالجملة في عقد زيزو الجديد مع نادي الزمالك. في حالة حصوله على الدوري هياخد ملايين الجنيهات، في حالة حصوله على دوري أبطال أفريقيا هياخد ملايين الجنيهات، في حالة فوز نادي الزمالك بكأس مصر الموسم الحالي أحمد سيد زيزو هياخد ملايين الجنيهات، لو أحرز 10 أهداف مع في الموسم الجديد أو المواسم اللي جاية تم وضع مكافأة كبيرة جدا في حالة يعني أنه يحرز أكثر من 10 أهداف، في حالة هياخد نسبة مشاركة تم وضع 15,000 جنيه يعني بدل سكن كده شهري لأحمد سيد زيزو طوال مدة تواجده مع نادي الزمالك. أخيرا محمد أبو جبل، من وقت ما محمد أبو جبل مشي من نادي الزمالك والأقاويل كتير قالت هيلعب في أي نادي في الدوري المصري، وقع لنادي النصر السعودي، مفاوضات أو صفقة انتقاله للنصر السعودي فشلت ولم تكلل بالنجاح رغم أنه خاد مقدم عقده. بشكل رسمي محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق مستمر في الدوري المصري، وقبل قليل انتقل محمد أبو جبل إلى نادي البنك الأهلي بشكل رسمي عشان يبدأ مشوار له يعني مشوار تجربة جديدة في الدوري المصري مع نادي البنك الأهلي. عقد محمد أبو جبل مع البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، وفي شرط جزائي لو عايز يمشي بعد الموسم الأول يدفعه ويمشي عن نادي البنك الأهلي. بشكل رسمي محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق انتهى بالمطاف، انتهت رحلة الفترة الأخيرة كده واستقر بشكل رسمي داخل نادي البنك الأهلي ليبدأ مشوار جديد في حراسة المرمى مع نادي جديد وهو نادي البنك الأهلي.